يعني I'm available to answer some questions. الأول أعرف نفسي، أنا اسمي سارة شنان. I'm an experiential designer. وريسنتلي اتسألت كتير عن يعني فكرة ال experiential designer أو what is an experiential designer. لو ترجمتها ترجمة حرفية هقول إن هي يمكن المصمم التجريبي أو مصمم التجارب، ده اللي بيتقال عليها. So it's more of creating an experience، سواء في ريتيل، سواء في مطعم، في كونسرت، في حفلة، في إيفنت. فده اللي أنا بحاول أعمله. أنا ممكن أدي بريف شوية عن الباكجراوند بتاعي، كنت اتسألت عليه. أنا خريجة فنون جميلة عمارة، أنا actually معمارية، خريجة 2006. واشتغلت في العمارة فترة حلوة من الزمن، لمدة تقريبا 10 سنين. بعد ما اتخرجت بكام سنة عملت postgraduate studies برضو في العمارة، وقررت في 2010 إني أسافر نيويورك، كنت حابة أخد تجربة جديدة. وقعدت سنتين بحاول إن أنا ألتحق بجامعة أعمل ماجستير بتاعي ليها علاقة بالعمارة. وبعد ما قدمت على جامعات كتير جوا نيويورك وعملت الامتحانات، ويعني دخلت في قصص كتيرة قوي. هلو يا جماعة، هاي. للأسف اترفضت. بعدت تقريبا في سنة من السنين بعد ما حضرت كل الورق وكل الامتحانات، قدمت في 5 جامعات واترفضت من الـ5 جامعات. وساعتها حسيت إن كان في دايما حاجة missing بالنسبة لي في العمارة. فا it was a sign إن أنا أبتدي أدور على حاجة مختلفة، أو حاجة يعني أبتدي أدور شوية إيه اللي أنا كنت عايزة أعمله. بس فالحقيقة يعني ممكن أرجع لورا حاجة بسيطة، إن أنا بعد ما اتخرجت في 2006 من فنون جميلة أنا كنت بشتغل في العمارة الفترة الصباحية، وكنت بشتغل في مكتبة اسمها كتب خان في الفترة المسائية، كنت بشتغل من 6 بالليل حوالي 12 بالليل. كنت حابة جدا فكرة المكتبة، كان passion تاني من الباشنز بتاعتي، ان انا اصلا الى حد ما قارئة كويسة بشهادة ناس تانية مش بشهادتي انا فقط. بحب القراية، بعرف ابيع الى حد ما الكتب بعد ما اسمع بريفينج من الشخص اللي داخل ايه الكتاب اللي بيدور عليه، especially لو هو مش عايز كتاب بعينه. وفي خلال الفترة كذا سنة اللي أنا اشتغلت فيها في المكتبة اكتشفت أني بحب أدكوريت المكتبة في السيزنز. فكان بيجي سيزن مثلا الكريسماس and it wasn't just decoration، اكتشفت أن أنا بحب أعمل، وكنت واخدة الكرياتيف فريدم من أصحاب المكتبة اللي يعني ممتنة لهم جدا بالإكسبرينس اللي أنا خدتها معاهم. ابتدوا يسيبولي فكرة إن أنا أديزاين الشبابيك وقت الكريسماس، إني أعمل ديكوريشن، إني أختار المزيكا اللي هتشتغل في الوقت ده، إني أعمل بلاي ليست. زائد إن كان في عندنا كوفي شوب صغيرة جوه المكتبة، فكنت بقترح كمان إيه الأكل اللي ممكن يبقى لذيذ في الوقت ده. فاست فورورد تو نيويورك، واني اول ما وصلت بحث عن الذات يعني الى حد ما، واكتشافي ان انا مش معماريه شاطره او اتس نوت ماي ترو كولينج. كنت معديه كان وقت كريسمس من عند شبابيك بتاعه محل كبير قوي اسمه ميسيز. انا هحاول اسويتش عشان اقدر اوريكم شويه فيجوالز وانا بتكلم. Let's see. Okay, this is how we flip it. So, ده إلى حد ده كان الشباك. Let's see. Okay. I'm not sure if you guys see it. Okay. Maybe I can do this. So the windows I saw كانت شبابيك بتاعت محل اسمه ميسيز، وكان في المانيكانات اللي بالورق دي.
وكانت معمولة من ديزاينر اسمه رالف بوتشي ومعاها الطلبة بتوعة جامعة برات أو برات إنستيتوت. ده كان الشباك ساعتها. وساعتها قعدت أدور شوية أبحث في إيه الشغلانة دي. شغلانة إن أنا أبقى مصممة فاترين ما لقيتش حاجة تندرج تحت الويندو ديسبلاي أرتست. ولكن في جامعة في برات إنستيتوت لقيت بروجرام كان انتيري ديزاين ويندرج تحتي جزء اسمه الإكسبرينشال ديزاين إنتنسيف. هو ده اللي أنا أقبلت عليه. كان بقى زي أمبريلا كبيرة كان يندرج تحتيها الريتيل ديزاين والشبابيك والإكسبرينسز والإكزيبتس. وكانت زي ما بقول الأمبريلا الكبيرة كان الإكسبرينشال ديزاين. ومن هنا اكتشفت إن اللي أنا كنت بعمله في 2006 في القاهرة في مكتبة الكتب خان كانت شغلانة. يات ساعتها أنا ما كنتش عارفة أنها شغلانة، فكنت عارفة أو إلى حد ما فاهمة إيه اللي بعمله في خلال السيزن. يات it took about 12 years in the making until I realized that it was actually what I wanted to do، وإن هي شغلانة ممكن أشتغلها فعلا، تدرس وأشتغلها وأعمل منها دخل. و فيعني in a nutshell ده ال history بتاعي أو أنا سارة كمقدمة بسيطة يعني. حابين أتكلم عن إيه بعد كده؟ ممكن أ jump into إيه؟ ممكن أ jump شوية into ال entity الحالية. أنا عندي ديزاين ستوديو اسمه The Cult. It was founded back في 2016 لما رجعت للقاهرة. أوكي حلو الإكسبرينشال ديزاين ده فعلا لذيذ والله. أنا لقيت نفسي فيه وحسيت إن أنا إلى حد ما بعمل حاجة أنا شخصيا سعيدة بيها، وبالتالي لما عجز الواحد بيبقى سعيد باللي هو بيعمله أو confident about it و content I think it shows إلى حد ما للclient، فبالتالي بيحبه بيبقى معمول بpassion. Okay, so can you tell us more about the cult studio? Okay, so like I was saying, it started back in 2016. It wasn't called the cult. Cult is our new rebranding for the studio. It was under my name, Sara T. Shannon. والحقيقة أنا قبل ما أرجع من نيويورك قعدت تقريبا 6 شهور أريسيرش هل دي الخطوة المناسبة إني أرجع فيها مصر وهل هلاقي شغلانتي دي ولا لا. 6 شهور دول أنا عملت بعت الناس كتيرة قوي، مكاتب كتيرة قوي لأنتيتيز لبراندز، كنت بتواصل مع الناس على لينكدين أو بحاول أجيب كونكشنز، أبعت إيميلز راندم إيميلز. واكتشفت إن الشغلانة مش موجودة بالشكل اللي أنا عايزاه. في طبعا مصممين فاترين أو الويندو ديسبلاي أرتست في مصر، هنا بيندرج تحت الفيجوال مرشندايزر بتاع الستور. يمكن في نيويورك أنا تعلمت إن الفيجوال مرشندايزر والويندو ديسبلاي أرتست هم 2 entities مختلفين وبيشتغلوا هاند إن هاند سوا. حاضر. Okay. My first project and how I convinced the client. Sure. فيعني إلى حد ما قررت إن أنا حابة إني أدخل الشغلانة دي على مصر. وجات لي opportunity حلوة قوي، وده كان أول شغلانة ليا في القاهرة. إن أنا I sent out an email. A connection I got. I just sent out a random email to my first client, Amir. And I told him what I do. أنا فلانة الفلانية بعمل 1 2 3 وأنا سمعت إن أنت عندك محلات ريتيل في القاهرة وحابة أعرف إذا كانت الفكرة دي ممكن
تتعمل في القاهرة، وهل الكارير بتاعي ممكن ينجح وممكن اتشينج شوية السوق في الحتة دي. الناس بقت مطلعة أكتر، الناس بتسافر أكتر، الناس بقت بتشوف window displays، بقت بتشوف experiences، فهل الناس هتتقبل ده في مصر؟ مش الناس، I think الناس هتبقى excited جدا، بس هل الكلاينت هيتقبل ده، especially إن هي it's a budget. ونرجع لأول يعني هلو يا جماعة، أول شغلانة ليا جت كده صدفة. الشخص اللي أنا I emailed him, my first client called me up and told me let's meet, I have the perfect project. Okay. Hello. Okay. So he said he had I'm sorry, I thought إن هو قطع. He said he had the perfect opportunity for me في القاهرة, and I flew in a few months later. The project that can Maison 69. It was my first project here in Cairo. I worked on it for 6 months. وفكرة إن رد فعل الناس يوم الأوبنينج كان مشجع جدا وحسسني إن شغل أنتي ممكن تنجح. ومن هنا حد شغلي في الأول وما زلت هو معظم word of mouth, which is أن أنا سعيدة جدا وفخورة بيه. Yes, Amir Fayou, he was my first client. He was the person who gave me the first push and the creative freedom and the opportunity في القاهرة أن أنا أعمل حاجة that I was really really happy and proud with. He's one of my favorite clients. I always love working with him. عملنا سوا Maison 69. عملنا recently Villa Babushka. So I can show you guys. Let's try and turn this and see. Okay, sorry. So I'll try and do this. For the people that do not know Maison 69, it's a concept store in Zamalek. I worked on the art installations inside the store under the concept of Amir personally, and also the interior designer that we worked with, Safi Khairi. It was such a great experience for me. So these are some pictures of Maison 69. This was called the floating book wall. It was made out of, I think, thousands of books that we collected from Sur al-Azbakiyya. If I can go a bit closer. So all these books were kind of, if you guys can see a bit, they were all notes that were left from people inside books. We had pictures. We tried to keep every memory of these books kind of alive. So this is just a sneak peek of the project. You can check out the website for more, or I can post them. You'll find them on my my page. Hi again. Okay, so I can see you all now. So that was the start. That was my first project. That was my first big opportunity. And I think I got some good feedback, which pushed me forward. Okay, hi you guys. Okay. Ahlan. Okay, I can go through the questions that, the preset questions, if there is nothing in mind, Helian. So I can talk more about the cult studio. I think أنا هتلاقوني شوية بتوه في النص وبروح وبرجع, بس يعني a couple of minutes وبرجع أفوكس تاني. Okay, so I have two questions. One is how do I get inspired? Okay, I'm Muhammad, and do I face challenges sourcing material? Of course. So that's a huge issue. Okay, so about the inspiration, how I get my inspiration. Thank you.
I get my inspiration from so many things because once we start with a concept. And before the concept, I have to do research. الريسيرش كود بي انا بحب اتفرج كتير ومؤمنه ان كل ما بتفرج كل ما حاجات بتستيك في السبكونشس بتاعتي وبعديها بفتره بقدر اجمعها سوا واطلع with a creative idea. فبقرا كتب كتير ممكن ما تكونش كتب ليها علاقه بالديزاين, ممكن اكون بقرا حاجه فيكشن البحت, ممكن اكون بقرا حاجه بتفرج على فيلم والت ديزني. It's still an experience. حاجة ليها علاقة بالمزيكا بحب جدا أحلل الميوزك فيديوز, ودي حاجة أنا I taught retail design at the AUC for several semesters, ودي كانت من ضمن الحاجات أو الأكسرسايزز اللي كنت بديها للستودنتس بتوعي. إن كنت بدي لكل واحد ميوزك فيديو وإزاي ممكن نوقف ستيلز ونحللها ونحلل الإحساس اللي جالنا من الكولر باليت ومن التون بتاع المزيكا ومن الموديل ومن اللي لابسه, وده ممكن ينطبق لو عملناه في ريتيل ستور على أنهي ريتيل ستور أنهي براند يقرب للأغنية دي. فدي حاجة يعني جست ان انا جري دماغي في حتت كتير وعيني تشوف كتير واقرأ كتير وابتدي بعد كده الى حد ما ادايسكت افكاري او الراندم ثوتس او سكتش جي في بالي او شيب معين ببتدي ادوكيومنت يعني. فده شوية اللي الانسبريشن بتاعي بيجي منه. كانت فرح بتسألني عن التشالنجز. طبعا التشالنجز في تشالنجز قوية جدا من ناحية الماتيريالز. كان عندي شغلانة كنت حباها جدا والحمد لله في الاخر انها طلعت كويسه وعجبت الكلاينت جدا, بس كان التشالنج في الماتيريال ان انا كنت عايزه حاجه بسيطه جدا زي الاكريليك شيتس او البلكسي الملون. ولما روحت اي اوت سورس الماتيريالز وخدت عينات اتقال لي ان هو بيوصل اب تو 6 مللي, وبعد ما نقيت الالوان ورحت اشتري لقيت ان هو ما فيش غير ال 3 مللي, which is كان في حاجات هتتقطع ليزر كات بحجم كبير وكانت صعبة إلى حد ما. وصلت المعادلة إلى حد ما من ساعتها بتنجح معايا بنسبة نقول 85-90%. هي فكرة إن أنا بشتغل in parallel لبعض, بوازي ال process بتاعي. فلو أنا بفكر في أنا أسفة أنا هرجع أبص على الأسئلة بس هكمل سؤال سؤال يعني. فبشتغل إزاي؟ بشتغل زي ما بقول كده in parallel. فوأنا بعمل الريسيرش بتاعي عن المحل أو عن السايت أو عن الإيفنت أو الكونسرت, بفكر في نفس الوقت في مع الريسيرش بفكر في الكونسبت ومخي بيترجم على طول خامة الماتيريال والبرودكشن. الخامة دي موجودة ولا لأ؟ أو إيه الخامة الصوفت اللي ممكن تنفع للكونسبت ده؟ say if I'm looking for a soft material. و on the other hand هتبقى produced إزاي؟ again مشكلة هي مش مشكلة, إحنا في مصر إلى حد ما معتدين على حاجات معينة. الكرافتسمن بتوعنا العمال بتوعنا الحرفيين والأيدي العاملة كله معتاد على حاجة معينة, فلما بتطلب منه أن يعمل حاجة مختلفة بتبقى شوية فيها تشالنج, فبتحتاج صبر. أولا أنا مؤمنة أني لازم أعرف أعمل الحاجة بإيدي قبل ما أطلبها من حد, قبل ما أطلب حد يعني من حد يعملها لي, وبالتالي بنخش في الحتة دي. ف to keep it a bit short ابتديت احل مشكله الخامات دي ان مخي يشتغل الى حد ما in parallel. احتاج شويه practice مني وكتابه كتيره لان هي بيبقى في اعشاب كتيره قوي طالعه من يعني تحت نفس المشروع.
ولقيت ان هو الى حد ما بينجح. اوكي سو محمد بيسال is there a creative person and not a creative person. I honestly يعني رايي ممكن يبقى رايي personal, ممكن ما يبقاش تحليل حقيقي, بس هو تحليلي انا الشخصي. انا مؤمنه انه في ناس كرييتيف مولودين ان هم كرييتيف, ومؤمنه تانية ان في ناس بتجتهد ان هي تبقى كرييتيف. الناس اللي بتجتهد وبتزق نفسها ان هي تتعلم تكنيكاليتيز وان هي تقرا كتير وان هي تشوف كتير وان هي تحاول تعلم نفسها, مؤمنة ان بالاجتهاد ده ممكن يوصل انه يبقى شخص كرياتيف حتى لو هو ما كانش مولود بالجفت دي. اوكي so I was asked if experiential design covers art installations. Yes, it does. It's part of the experience. What you are going to see in the store. So لأن جزء كان من دراستي retail design. So basically what retail design is, and I don't want to say it in a bad way, I say it in a very nice way. It's the art of manipulating the customer into staying in your store more and into buying more. These are the two things اللي الريتيل ديزاينر بي pinpoint. لأن again أنا اتسألت وكتير لأن الشغلانة إلى حد ما fresh في بلدنا, اتسألت أنا ليه هيدفع لي budget بالشكل ده عشان نطلع الشغل ده وهيعود على الكلاينت بإيه. ودي الجزء البيزنس شوية قعدت كنت في الأول بهنك فيها شوية إن هو أنا عايزة بيع فني, أنا عايزة بيع الأرت, وبعدين اكتشفت إن هو لأ, you're also selling a return, you're selling ال return العائد على الكلاينت financially وmarketing wise, what is it? So I remember in this is what I usually told the client, أنا I'm gonna keep the consumer or the client in your store for as long, or in your store or your experience, it still applies to the experiential design, in your concert, in your event, in your store for the longest period of time. So what happens لما أنا بخلي الكلاينت أو الكاستمر في المكان لأطول فترة ممكنة, اللي بيحصل إنه أولاً بيدوكيومنت فبيبتدي يصور المكان وبيماركتت على السوشيال ميديا من غير ما أنت تطلب ده, من غير ما كلاينت يطلب ده, من غير ما انت تجيب ماركتير انه يعمل ده, فده عائد كويس. الحاجة التانية انه بيشتري اكتر, لان كل ما كان الكلاينت او الكاستمر في الستور او في المكان مرتاح وسعيد هيقعد وهيلف لفة وهيلف اللفة التانية وهيشوف حاجة ألز وهيقرر ان هو اوكي مش مهم ان انا اكمل بقية الشهر بالفلوس بتاعتي, انا هصرفها حالا لان انا سعيد في المكان. فده لحد ما الريتيل ديزاينر بيعمله. اوكي does the vision of the cult tolerate the local market or is it part of the vision to establish your own scope in Egypt? I'm not sure what tolerate the local market is. طبعا يعني I would love to create and establish a vision of my own and a different scope in Egypt. That's a great opportunity, وفي نفس الوقت opportunity مخيفة ان انا بقدم حاجة جديدة, ولو الحاجة دي ما عجبتش الناس, لو فشلت فيها, يبقى انا يعني بفشل as an experiential designer. So it's very critical, it's very hard, مخيفة جدا. وحسيت أنا فاكرة الإحساس ده لأول ستور اللي اتفتح هنا ميزون 69 يوم ما كنت رايحة الأوبنينج. أعتقد يوميها أنا روحت الأوبنينج حوالي ساعتين متأخر من كتر ما أنا عندي anxiety, لأن this was the point where كنت هعرف إذا كنت أنا
كويسة في اللي أنا بعمله ولا لأ. والحمد لله كان رد فعل الناس ظريف جدا، وجالي فيدباك لذيذ قوي، كلاينت كان مبسوط، الناس كانت مبسوطة، أنا شخصيا كنت سعيدة بعد ما شفت الناتج الأخير، يعني بعد ما بعدت كده اللحظة ورجعت له تاني. ميرسي يا أمل. أمل ديزاينر صديقتي، I think إن إحنا الاتنين دايماً بنشجع بعض وفي ظهر بعض. بكلمها بمشاكل، فيعني أشكرك والله على الكلام اللذيذ ده. Okay, so Nora بتسأل how do you present an experience design to the client؟ Okay, so what I usually ask the client دايما في البريفنج الاولاني انه يسيب لي من 3 اسابيع لشهر للريسيرش، ودي برضو حاجه جديده على الفيلد بتاعنا، او على سوري مش الفيلد، على الماركت بتاعنا، ان تطلب من كلاينت يستناك لمده 3 اسابيع او شهر عشان تعمل ريسيرش. من خلال الريسيرش ده بطلع ب a very thorough presentation، تحليل لكل حاجه انا عايز اعملها. For an example, I was working on a gym for a client. للأسف ال project that did not go through، وهو من ال projects العزيز قوي على قلبي، لأن فعلا حسيت إن عملت research كويس فيه. فاللي كنت بعمله في الشهر الأولاني إن أنا كنت بروح الجيم، هما they already had a gym opened and they wanted to open a new one. So I used to go to the old gym اللي كان موجود أتمرن، لأني أنا شخص ما بتمرنش في الجيم، أنا شخص بجري بجوك بعمل أكتيفيتيز تانية، بس مش بروح الجيم. So I needed to experience the gym عشان أعرف أنا هبتدي الديزاين منين. Throughout the research اكتشفت حاجات كتيرة قوي ليها علاقة بالمزيكا، إن إزاي الساوند بتاع المزيكا from one part of the gym to another needs to change. ما أقدرش أني أبقى في الصالة بلعب والمزيكا it's so upbeat and it pumps you up and then you go into the locker room في الآخر to take a shower and unwind and then it's at the same level. It needs to be less in volume. ممكن تبقى المزيكا مختلفة تماما، it could be more chill. اكتشفت إن there is almost 20 to 30% of the time in your gym you're on your back بتعمل pull-ups, that's what they call it. I'm not really sure. But you do a lot of activities in the gym while you're on your back. اكتشفت ان ما عمر ما حد استغل السقف. السقف, if you actually use it to have some installations on it while you're on your back, it would be really interesting. فده الجزء اللي بعمله في الريسيرش. وببتدي come up with a concept with an idea. الشمس بتاعتي بتشرق منين، ف maybe I'll put the lighter colors or the lighter activities في الجزء ده. الشمس بتغرب منين، color palette بتاعي هل هيبقى كله تون واحد؟ عمري ما بعمل حاجة كلها تون واحد، لأنه again colors زي المزيكا، كل space ولي محتاج التوناليتي بتاعته، محتاج المزيكا بتاعته، محتاج حاجات مختلفة. فازاي هترانزيشن من مكان لمكان وحس ان هي flawless، ما حسش ان انا I'm going from black to white، انا في transition لذيذ بيحصل في النص. ده كله بحاول bring it on paper، ان انا انقي references مظبوطة. الreferences دي مش شرط ان انا بعمل جيم فتبقى صور لجيم، الreference ده ممكن يبقى painting، ممكن يبقى غلاف كتاب، ممكن يبقى حاجة معينة ادتني الإحساس اللي أنا عايزة أوصله، الإحساس through النور through اللايت، وإحساس through الكولر. فيعني it's a long process، بس أنا أعتقد كل ما حاولت أكسر أفكاري أو أكتبها بشكل منظم وتحليلي أكتر، ببتدي اوصل لكونسبت احسن وفكره احسن. انا اسفه انا اوكي. سو
Have you participated in exhibitions? I feel your work can also be on retail. Yes, I did. They weren't really exhibitions, but I think I did a piece as an outdoor exhibition, if I can call it that. It was during my school time at Pratt. It was actually a collective project. We were four people on it, but it's very dear to my heart. وكنا ساعتها it, that project was raising awareness. أنا لغاية النهاردة بحب جدا أشتغل على causes. مش كل الحاجات اللي بشتغلها commercial. في حاجات بيبقى من وراها cause. في حاجات بحاول إن أنا أعمل gender neutrality في شغلي, وده معناه إن أنا ما فضلش جنس عن الآخر, ما أعملش حاجة للستات بس أو حاجة للرجالة بس, أو بحاول إن أنا أعمل age neutrality. ده صعب شوية إن أنا again الصغير يبقى interested في البروجكت زي الكبير يبقى الاتنين حابينه, بس ساعات في حاجات بتبقى مخصصة للكبار فقط أو للأطفال فقط, بس يعني بحاول أعمل ده. فجزء I can take you back here and maybe again show you that project, which was Green Week. So this was the installation. We were kind of raising awareness, so I can kind of zoom in. No, this is pretty hard. So these, okay, so there was something called Green Week, and it was raising awareness to recycling and how to upcycle materials and not throw them away. So these were 35 millimeter slides. The library at school was throwing them out. كانوا هيرموهم وإحنا قررنا إن إحنا ناخدهم نعمل بيهم installation, نraise awareness للويست اللي التكنولوجي عملته إلى حد ما. كل السلايدز دي كان عليها صور وكانت الناس بتقرب منها, كانت شكلها حلو قوي في الشمس. الناس كانت بتقرب تتفرج على الصور, وبالليل حاولنا ان احنا نضيئها بالشكل ده. ف that I call an outside exhibition and an art installation as well. Okay, so have you worked on any FMB projects? Unfortunately, I have not. It's something that I would really, really like to work on. وحابة جدا get involved في حاجة ليها علاقة بال with food and beverages, لأن again أنا مؤمنة إن it is an experience. أنا باكل إيه وأنا بسمع إيه, اللايتنج عامل إزاي, إحساسي إيه بالويتر, هل هم كتير قوي حواليا ولا هم قليلين. ده كله بيخش actually في الريسيرش اللي أنا بعمله. كام ويتر ممكن يبقى حواليك وانت قاعد having a private conversation and you're comfortable enough, بعده عنك قد إيه. ده بيخش بعد كده في البراند مانيول, sorry, مش البراند مانيول, المانيول, الديزاين مانيول or experience manual that goes to the client, and it gives suggestions. This is part of the research we do, and it's just suggestions. It's not something we personally work on, بس بنديه للكلاينت بعد كده يقدر يديها للانتيتي الصح, سواء if they're bringing in waiters to train them, فال research ده يروح لهم إلى حد ما, so it goes into that. أنا ما عملتش ده. I've done a hypothetical project وقت الجامعة, بس ما عملتوش للأسف, وحابة جدا إني أعمل حاجة كده. Okay. What projects have you worked on that were most exciting to you? Okay, so one of my recent projects that happened last year that I'm really, really happy with, and it was a new experience for me, was the last Cairo Key Empire 3 concert. I had never done a music concert before. And to answer the other question, Catherine's question, your favorite artist, one of them is Ez Devlin, and she's a set designer. And I remember before the project, I watched her series. It wasn't a series, it was abstract on Netflix, and there was an episode about Ez Devlin, the set designer, and how she creates stages and the whole experience.
And I went into الحفلة بتاعت كايروكي with a fresh eye. How are we creating that experience? And it's not just the stage. What are people going to walk into? What does the venue look like? What is the vibe that happens? How is the stage? What are the visuals that are going to be on the stage? We created five different... عملنا خمس مراحل throughout the concert. كل مرحلة كان ليها إحساس مختلف بألوان مختلفة, color palette مختلف, إضاءة مختلفة. فكنا بنحاول نمشي الناس في الاكسبيرينس دي مع المزيكا, ازاي هنحط المزيكا مع الفيجوالز دي, ازاي الكولر هينفع الاغاني اللي كانت عن الثوره واللي كانت مقبضه شويه وكانت مور سيريس كانت في الاول في الفيس بتاعت الهارش رياليتي, وصلنا في فيس كولرفول في النص which was the parallel universe لغايه لما خلصنا اخر حاجه was a phase called acceptance. It was a very white phase. إضاءة قوية, إحساس بالأمل. فيعني we also worked on creating costumes. What are they going to be wearing through each phase? كان تفكير في كل تفصيلة, ويمكن مش كل البروجكت اتحقق في الآخر لأسباب عدة يعني بتحصل في أي بروجكت. Yet I was very proud of taking every certain aspect. وكان من ضمن الحاجات اللي مثلا challenging في ده, which I also يعني see إن هو بيندرج تحت ال experiential design, was putting yourself in other people's shoes. أو يعني أو كنت دايما بفكر أنا لما كنت بروح concert كان إيه اللي بيضايقني throughout, إيه اللي كان بيخليني أفصل عن الحفلة. واكتشفت إن دايما لما كنت بسيب الحفلة ويجي رايحة الحمام في الفترة دي كان بيحصل لي زي cut كده من الإكسبيرينس بتاعتي. فكنت بفكر throughout إيه اللي ممكن يحصل عند الحمامات تخلي الناس مش زهقانة وفي نفس الوقت ما يتقطعوش completely عن الإكسبيرينس. فهل ده ممكن يحصل بإن المزيكا continue on عند الحمامات؟ هل ممكن يبقى فيه screens وأنا واقفة in line مستنية لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة لأن في طابور طويل وأنا الباند اللي أنا بحبه أو بسمعه on stage, فهل في screens تخليني ما أقطعش completely الexperience بتاعتي؟ كل التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا إنها تخش وبتندرج تحت الexperiential design. Yes, thank you, Farah. Yes, it is actually called a study of the user's journey. It is a journey. بفكر كل واحد هيخش إيه اللي هيشوفه, إيه اللي هيسمعه, إيه اللي هيشمه, إيه الإحساس اللي أنا عايزة يوصل له. كل الحاجات دي مهمة جدا إن أنا keep it in mind. أنا كمان بحلل personally لما بنزل a shop أو لما بنزل بروح مطعم أو لما بنزل يعني بروح مكان. في أماكن بحبها وأوتوماتيكلي بلاقي نفسي برجع لها تاني, وفي أماكن بحس إن أنا لأ مش عايزة أروحها تاني. فابتديت مع طبيعة شغلي إن أنا أبتدي أحلل ده, أعرف ليه المكان ده عجبني وليه المكان ده ما عجبنيش. ليه المكان ده ما عجبنيش؟ لأن أنا روحت أكل Greek food واكتشفت إن الناس مشغلة نايل FM. That's not the mood that I want to be in. لو أنا دخل مكان بيserve Greek food بالتيم ده بالشكل ده والأكل حلو جدا, and I want to actually listen to Greek music, or it doesn't have to be Greek music, but it could be more on the oriental side أو more curated للspace ده. إنما في أماكن كتير قوي بتشغل مزيكا generic, وأنا شايفة إن دي حاجة مشكلة فظيعة, إن مش كل المزيكا بتنفع في كل الأماكن. It needs to be actually chosen إن هي تنفع للمكان ده, لأن الإحساس اللي أنا عايزة دي من المعمار بتاع المكان والإنتيرير بتاع المكان كمان أنا أوصله لدرجة أبعد إن هو يبقى في المزيكا المناسبة وفي الإضاءة المناسبة وفي الريحة المناسبة. throughout دراستي اكتشفت برضو أول مرة كنت أعرف المعلومة دي اتصدمت يعني, أو كان light bulb نور كده,
ان اكتشفت ان المحلات الكبيره البراندز الكبيره ليهم سبيشال سنت زي مثلا زارا. عمركم خدتوا بالكم ان لما بترجع البيت بشنطه من زارا ان في ريحه معينه بتبقى في الهدوم، وان لو انت ماشي في المول في اي وقت وشميت الريحه دي بتفتكر زارا. زارا as an example يعني. So throughout retail actually من ضمن الحاجات ان هو يفكرك subconsciously بالبراند بتاعته throughout الريحة، زي ما بالضبط ما ايكيا بيعمل ان هو مش عارفة قوي I don't think ان هم بيعملوا هنا في القاهرة، بس كذا ايكيا اللي انا روحتهم في بلاد مختلفة بتعمل نفس الموضوع. ان ايكيا اول ما بتخشوا بتشم ريحة cinnamon buns بيتي في الكيتشن بتاعهم، وده الإحساس اللي آيكيا عايز يدهولك إن أنت your home، إن أنت في فرن، في حاجة you are baking it، إحساسك إن أنت في البيت. ده الإحساس اللي هو عايز يوصلهولك، ده الإحساس اللي هو بيخليك جوه وبيبالك بيه أكتر، إحساس البيت، إحساس الكمفورت. فالريحة يعني اكتشفت throughout دراستي ان هي حاجة مهمة قوي قوي، وحاجة احنا دايما بننساها في الديزاين بتاعنا. Okay, the foundry would love to work together soon. Yes, sure, I would love to get to know more about the experience you want. I would love so very much. Maggie, love the J, the age and gender neutrality, super inclusive. Yes, thank you. I'm trying to do that. أنا فاكرة I pitched a project a couple of years ago. برضو للأسف it didn't go through. But I would still love to recycle that idea. And it was a local brand هنا في مصر. And they wanted to open a store. And we started creating the concept around it. How would it be a gender neutral store? ازاي ممكن ابطل اكيتر واقول ان ده اللبس الحريمي وان ده اللبس الرجالي. انا واحده من البنات اللي بشوف اوقات كتيره قوي حاجات في القسم الرجالي بتعجبني انا شخصيا وانا مش راجل. حاجات بتبقى ساعات سيمبلر اكتر، ما بيبقاش فيها ورد كتير او نقشه كتيره او ايا كانت. واكتشفت ان دايما لما بروح المحلات واشفت من القسم الحريمي للقسم الرجالي ان دايما بيبقى فيه حاجة awkward. دايما بيبقى فيه نظرة كده اللي هو حد عايز يجي يساعدني لانه فاكرني مثلا بشتري لحد، بشتري لاخويا، بشتري لحد من اصحابي، بشتري لوالدي. ودايما بيبقى رد اللي هو انتي بتدوري لحد سنه قد ايه مثلا، وانا اللي هو لا انا بتفرج لنفسي. فحاولت في البروجكت ده ان احنا come up with an idea how would it be gender neutral. مش معنى كده ان هحط حاجات حريمي وهقرر ان الولاد تلبسها او العكس. That isn't the concept. It's just how people can navigate comfortably through both fashions أو يعني both sections بشكل يخليهم مرتاح، ففي الآخر تبقى الإكسبرينس حلوة فيطلعوا سعادة ويطلعوا شاريين ومبسوطين بالبرتشيس بتاعهم وبالإكسبرينس again and it stays in the subconscious mind. فبالتالي الكاستمر ده هيجي okay. How can I overcome the creative block? Okay, this is a very hard question. So I'm not really sure how to overcome the creative block, بس بتحصل لي اكيد بتحصل لي في اوقات. من الجزء البيزنس بحاول احلها ازاي؟ again زي ما انا كنت بقول ان انا I try and recycle my ideas. If I pitched an idea or I started, sometimes it's not even pitching. Sometimes someone comes to me with an idea. بتبتدي في ساعتها بتبلور في مخي. حتى لو أنا I did not sign a contract لسه أو I wasn't hired for the job. بس بالتالي بسمع البريفين كده وبيبتدي يطلع لي فكرة في دماغي. ساعات الفكرة دي ما بتوصلش لمرحلة البيتشنج. وساعات بتكون it was pitched yet they went a different way. في وقت الكرياتيف بلوك in order من الناحية العملية in order not to stop my business
especially if there is يعني deadlines والكلام ده كله لأن الحياة العملية غير الحياة الدراسية يعني ببتدي a recycle أو a dig into الحاجات اللي ما طلعتش للنور وابتدي أشوف this is a good start so let's build up on this if it works for this فدي من الناحية العملية من الناحية personal I think when I have a creative block I just try and stop thinking about the project and start doing other things that might inspire me it could be something as easy as taking a walk or taking a couple of days off and going somewhere or ان انا افتح فيلم ظريف او ابتدي الف مجلة او ابتدي اشوف حاجة مختلفة بعيد عن البروجكت اللي بعمله وارجع واحاول تاني ساعات الدروب بيبقى جامد وساعات الموضوع بيبقى افضل يعني احسن شوية okay. Yes, that's very true about the scent. حقيقي الريحة مهمة جدا جدا. لازم نفكر فيها. والمزيكا again مهمة جدا جدا. يعني there's someone who actually does this in Cairo. It's a company called Music U. And I love the idea because they realized in how important music is. So what they do is they create playlists monthly for retail brands or yani spaces in general that goes with their brand and goes with their mood and it's changeable. فلو انت بتروح نفس الكوفي شوب طول الوقت يبقى المزيكا متجددة معاك مش ان انت خلاص روحت وحفظت الأغاني كلها ولذيذة وماشية مع المود بس at some point بتزهق especially if it's a spot that you go to all the time how did you begin your journey and how can I become a set designer okay it's a very very long journey again I can يعني recap it briefly لو ما كنتيش سمعتيني من الأول ال journey بتاعتي ابتدت architecture and then I went into interior design وكان تحتيها حاجة اسمها experiential design classes يعني mix كبير من ده وده but I think how can you become a set designer do you have a background in design if you do I think you should study more into look more into set design, stage designs, look into reference, read books, watch movies about set design. عشان تبي set designer كويسة لازم تكوني بتفهمي في الإضاءة, لازم تكوني بتفهمي في مساحات الستيج, الناس اللي واقفة قدامك, هل هو مسرح, هل هو concert, الناس واقفة قصادك بقد إيه؟ لأن again الناس ما بتبقاش واقفة لازقة في الستيج بيبقى في مساحة بينك وبين الستيج الأنجل اللي انتي بصة فيها الفوق للستيج ازاي تبقى رقبتك كومفورتبل ازاي تبقي شايفة الباند أو الارتست اللي بيلعب أو الناس اللي بتمثل في المسرح ففي عوامل كتيرة قوي I think you can dig into it وده يدخلك على حتة الست ديزاين اوكي Nadine بتسأل, do you include studying the psychology of the user who is going to experience the space? Yes, I do. واكتشفت ده أو اكتشفت أني بعمله وأنا مش واخدة بالي. أنا ما درست psychology بس هي ليها علاقة بحتة الـ spaces والـ experiences بالـ psychology. ده بيحصل لما ببتدي أعمل الـ research بتاعي. Again, الـ user journey أو الـ user experience. أنا دايماً بقيس على نفسي أنا دخلت المكان ده أو أنا بفكر في حاجة في سبيس أنا عايزة أنا كسارة أول ما أدخل السبيس ده أحس بإيه أشوف إيه إيه اللي هيخليني أجن أقعد أكتر جوه الستور إزاي ممكن أعمل حاجة تجذب الناس ده بيخش through psychology في دراسات كمان معينة عن الريتيل مثلا ديزاين بيقولك إن تقريبا 80-85% من الناس لما بتخش محل excuse me بتدخل ناحية اليمين أو بتنجذب ناحية اليمين الأول في حاجات ليها دعوة أكتر بطريقة الديزاين وبتخش على psychology
فيعني لا psychology is a part of it طبعا. فبيجي again من ال research الكتير. أنا لو بعمل حاجة في store already open مكان موجود ببتدي في جزء ال research تاني إن أنا أروح أتفرج على الناس. I wouldn't say that it happens in I don't do it in a creepy way. But I observe. It's called يعني behavioral observance. You see how people react with the space. Where do they walk in first? إيه الحتة اللي الناس بتتكدس فيها؟ ليه بتتكدس في الحتة دي؟ Is the air conditioning في الحتة دي مثلا لذيذة وده كان يوم حر؟ ولا السبيس مريح enough إن كذا حد يقفوا يتكلموا أو يتشاوروا مع بعض؟ ساعات أنا بروح أشوب أنا ووالدتي وأختي. إحنا ليه واقفين في السبيس ده؟ maybe because it's comfortable. ما حدش هيعدي يخبطنا كذا كذا. فيعني دراسات كتير و I think موجودة online, موجودة في papers, موجودة في كتب. يعني اسمه Music U. Yes, Music U. Founder كريم حلمي. كريم حلمي is a great support in my career. He's my friend and above all someone who really believes in me. He pushes me towards a lot of projects. فيعني yet what they do is really really nice. Okay, so what's lacking in our creative community in Egypt, in my opinion? That's a bit hard. Okay, well again it's my own humble personal opinion. اللي أقدر أقوله إن واللي شفته again يمكن وحللته وقت دراستي هنا في القاهرة ووقت دراستي في نيويورك, إن إحنا كمصريين إحنا شاطرين جدا تكنيكلي. إحنا نعرف إلى حد ما إزاي نطلع الحاجة, إزاي نبروديوس الحاجة, إزاي نطلعها إمباكابل. عندنا الحرفة وعندنا العمالة وعندنا المهندسين والديزاينرز والأرتس اللي يعرفوا يطلعوا حاجة حلوة. يت اللي أنا شايفاه اللي ناقص هو الأدج بتاع كل واحد. بحس إنه وانس حاجة طلعت, مش قصدي إنه بيحصل تقليد, بس وانس إنها بتنجح الديزاينرز التانيين ساعات بيحاولوا يريكرييتوا ده الاكسبيرينس ده او البرودكت ده او كذا او كذا. فبالتالي بعد شويه بحس ان السوق بقى شبه بعضه. فانا مؤمنه ان كل واحد عنده edge. There is something that you can do mixing بقى stuff together. ان انت تبقي الارتست الوحيده اللي بتعمل لوجوز not digitally, watercolor مثلا. I had a friend and she was a graphic designer and we were talking one time about something like that. And I told her there's your edge, you do beautiful watercolors as a hobby, watercoloring as a hobby, and you're a graphic designer. Why not merge that with that? فهو what's missing is our edge, is every person's edge. Again, this is يعني a thought أو حاجة أنا يعني حللتها. رأيي مش لازم يبقى صحيح, بس يعني حاجة أنا بشوفها مع الوقت. Okay, let's see. What books and films on set stage design do you recommend? Oh my God. أنا عندي مشكلة فظيعة في الأسامي. Yet, I will find my books. And I can also send them to you. I can start posting stories or send them to film my design to post. It's not just books, again, about set or stage design. I have books about color psychology. I have books about different color palettes, about graphic design, types,
ازاي انا throughout ال experience بتاعي ال signage او ال type اللي هيبقى على signage هيبقى عامل ازاي عشان يديني الاحساس. يعني كان من ضمن الحاجات اللي استغربتها جدا بعدي من قدام المكان ده كتير هنا في المعادي, it's a dentist واليافطة بتاعته كبيرة قوي ومكتوب dentist بشكل معوج, الدي كده والاي كده والان وأكن الحروف بترقص كده بشكل ما. وبعدين I looked at the sign and I realized إن أنا عمري ما ممكن أروح لدكتور السنان ده, لأن دكتور السنان المفروض يكون بيعالج سناني من إنها تبقى معوجة وإن هي يبقى شكلها حلو ونيت ومظبوطة, إنما أنت اليافطة بتاعتك بتقول غير كده. التايب يعني عدم الدراية بإن this is very important design wise and as an experience, ان انت بداية من بره اليافطة بتاعتك غلط, اليافطة بتاعتك مدية let's say a fake impression or a wrong impression about what you should be doing. فلا I read books about a lot of things وagain I will try and do my best ان انا اجمع لكم الكتب بتاعتي وبعدها. Okay, so what would be your take on stage, on the stages in Egypt, for example, Haneger Theater or Falaki, from the points of the spatial quality and how it affects the work? Okay, that's a super complicated question. Okay, my take on stages. I think, again, if we're talking about these old stages, فأنا مش بتكلم في إن أنا أخش و... ورنوفيت وكسر وعمل, especially لو هي في حالة جيدة وفي حالة كويسة. بس انت ممكن تلعب بالمكان. Again, it's an experience. ازاي هتلعب؟ ممكن يبقى حاجة مختلفة قوي في اللايت تخلي المكان ده احساسك بيه مختلف, او انت رايح تشوف عرض معين دارك شوية او عرض معين happy أو thoughtful أو يعني it depends. ففي حاجات بسيطة out of again research أنت ممكن تعملها من غير ما تعمل drastic changes للspace, ولكن قصادها الناس هتحس بdrastic change من غير ما تغير ال structure بتاع المكان. Okay, I just want to say one thing. In the live video will end in 1 minute. So I think we'll close them. I'll close it and I'll come back to you guys and go through the rest of the questions. So we still have a minute. Okay, may بتقول everything's become too commercial and mainstream. والله may he not everything. We still have a lot of designers and a lot of artists and a lot of people out there doing their best إنه يخلوا أماكن معينة و experiences معينة و حفلات معينة مش mainstream ومش commercial وإنها فعلا تبقى حاجة حلوة. فيعني well, I'm not saying that commercial is a bad thing. Some people like commercial. Some people like it to be يحب يخش مكان هو معتاد على شكله أو تعود عليه أو تعود على الطريقة دي. A new experience would be a bit hard for them. So commercial is a back. Charge the phone. Okay. Are we back? Hey. Okay, so I'm back. Yep. I saved it, يا فرح. I knew how to. Hi, خلود. Hello. Shady. Mehi, hi again. Hello. Hi. Okay. So I think we can wait for another minute and then start. Nadine, hi. Awesome, hi. Hello. Okay, perfect. Fami, hello. Hello. Skinny, sassy, Lama. That's a fun username. Okay. Nagwa, hi. Hanuni, my sister's here. Okay.
ماجدة هلو، okay, so okay, we can start again. How am I spending my day amidst everything that is happening now? So now I'm actually, or recently I'm actually kind of enjoying it. في الأول كنت يمكن مخضوضة شوية. البزنس بتاعي لحد ما مش يعني it's not that big of a business. It's still small. We're still growing. It was a bit scary for me. يعني ال uncertainty زائد ان انا شخص يعني بحب اشتغل شخص dynamic فيعني في الاول كنت مستغربة شوية بس now I'm really enjoying it. Okay, am I still here? Yeah, I think it froze for a bit. Hi, احمد فياض ازيك؟ متابعة شغل الاستوديو بتاعك يعني حاجة عظيمة فعلا، سعيدة بلقائك. فحاليا اللي بعمله في وقت الكورنتين I'm enjoying most of my time. كان في projects, personal projects I had on hold for so long ابتديت فيها، بجدد حاجات قديمة في كانت موجودة عندي، حاجات ألوان إزاز، يعني personal projects كلها. And the second thing I'm doing is that I'm connecting. I know it's virtually, but I'm reaching out to so many other people and artists. أنا بحب أعمل ده throughout. ودايما بتسحل وقت شغلي ان ببقى في حد شفت شغله حلو كنت عايزه ابعت له مسج راندوم اتكلم عن البيس دي او اشوف ازاي ممكن نكولابريت توجذر او ازاي ممكن نعمل حاجه سوا. فايم ريتشينج اوت تو اكشلي ا لوت اوف بيبل. وكمان ذا كالت از ان انتيتي وير تراينج تو ريز اويرنس او يعني برينج تو ذا لايت ا لوت اوف ديفرنت ارتستس. وير دوينج سمثينج كولد ذا كوارنتين ميد مي دو ات. So we're posting personal projects that people, they don't have to be designers or artists, let's say people in general, projects, personal projects that they have been doing وقت الكوارنتين. And we're shedding يعني a light on these really cool projects يعني. For this is something the studio is doing during the quarantine. Okay, can interns apply and work with you? Yes, of course. We always look for new people. دايما أنا لغاية النهاردة بيجي لي طبعا وقت بيبقى فيه احتياج لديزاينرز معايا والناس، وفي أوقات تانية الموضوع بيبقى open. معظم الناس actually اللي اتعينت معايا يعني هي ناس بعتت لي random messages سواء على انستغرام أو على البيج بتسأل إذا كان في شغل، وأجن بيعرفوا نفسهم هم مين بيعملوا إيه. When I find they're interested in what I do ومش كل الناس interested قوي في that kind of work بتقبل. وفعلا لغاية النهاردة معظم الناس اللي تعينت معايا هي الناس اللي جالي منها random messages، ما كانش قاعد أنا بدور على حد وهم جم. Interns are welcome to apply. We do usually like a 2-3 month paid internship and then we see how it goes from there. لو احنا الاثنين we clicked and we work good together يعني راحتي مش راحتي ارتياحي مع الشخص ده زي الشخص ده ارتياحه في الاستوديو مع بقية التيم. If it worked well then we hire them. فيعني اوكي okay.
We film my design should collaborate somehow soon. Yes, I would love that. ده حقيقة حابة جدا ان انا افرج الناس البروسيس بتاعت شغلي. ساعات وقت ما ببقى بشتغل على حاجة ساعات بعمل تايم لابسز بسيطة. في projects اتصورت. There was a recent project I was working on with BT right before the quarantine. It still hasn't launched, but we did a small shoot about how it happened, how it came together. And I think it would be very interesting to people to show our process من البداية وازاي بننقي الخامة وازاي how does it work. أنا الفكرة في شغلي إن أنا كل project بيبقى بخامات مختلفة أوقات كتيرة بيبقى عمري ما استخدمتها قبل كده. فبيبقى في جزء الريسيرش ترايل اند ايرور كتير قوي كمان مع الخامه. هي الخامه دي بتتسخن؟ هل يمكن هل هتعرف تديني الافكت اللي انا عايزاه؟ الخامه دي ممكن تتلون ازاي؟ الخامه دي هتقعد في الشمس فتره طويله because it's an outdoor installation. هنحميها ازاي؟ هنرشها ايه؟ ف يعني it's a process that I would really love to show people and I hope I do something with film my design. Yes. Hi, Muhammad. Interesting. Thank you. Hi, Gamia. Hello. Okay. Farah بتقول it's so important for creatives to document their work. Yes, it is. وأنا اكتشفت مع الوقت والكام سنة اللي فاتوا إن أنا في projects كانت عزيزة قوي عليا وفي وقتها I did not document it. من كتر ما أنا كنت مسحولة يعني قلبا وقالبا جوه البروجكت it is usually forgotten. واللي بحاول أعمله في الفترة الأخيرة إن أنا من بداية الريسيرش فيز وأول ما نخش على الكونسبت ببتدي أكرييت الأرت دايركشن بتاع الدوكيومنتيشن بتاعنا. ببتدي أشوف أنا إزاي عايزة أعمل تيزر للبروجكت ده, إزاي أنا عايزة أصوره. أبتدي أبص على references, أبتدي أدور على photographers, على videographers, ودايما بسأل على ناس جديدة وtalents جديدة تدوكيمنت معنا ده لأنه حاجة مهمة قوي قوي. فبحاول أن أنا أفكر نفسي دايما في الأوان الأخيرة يعني أن أنا أعمل ده. Would love to see the process. Yes, hopefully soon. لما نعمل حاجة سوا ولما ال project hopefully بتاع بيتي يطلع soon. إبراهيم جمال. Yes, أيوة إبراهيم اشتغل معايا على آخر project photography. كنا بنعمل teaser لل project بتاع بيتي. Yeah, it was first time we worked together. حبينا بعض جدا. Yeah, it went very well. Hopefully we'll reveal the photos very soon. We're very eager in احنا نعمل ده. Okay, so we're done. We can wrap up. If no one else has any questions, maybe show us some more visuals of your work. Yes, sure. Okay, let's do that. I'm gonna arrange the laptop شوي. Okay. So let's see. This was a project that I really liked. It's called Blend and Print. The kind of project عملته مع Inca, بتوع قماش. This was in their store and they were promoting a new print. وحبينا نعمل الexperience دي. It's called Blend and Print. Everything you could walk in وتقدري تلبسي الكروزي دريس اللي كان محطوط أو كان في حاجة تانية محطوطة. A couple of jackets that had the same print والفابريك كانت الناس بتلبسه وتتصور معي. It was يعني I think interesting. And in Itani waterfall, this was also done with Inca. كان معظم القماش بتاعهم. This was a very interesting project الحقيقة لأن يعني إحنا عملنا الinstallation دي كانت نبع من research معين.
ان كنا عايزين القماش يبقى موجود بشكل اكبر وبشكل اقرب للناس، ان هي تقدر تخش المحل وتمسك القماش وتحس الفابريك عامل ازاي، وفي نفس الوقت ما نعملش الديسبلاي الكونفنشنال بتاعنا. والقماش ده كنت ممكن تخش جواه، وكان في مرايه محطوطه في السقف وكانت الناس تقدر تخش تاخد سيلفيز جوه القماش. It was called the waterfall. فدي كانت انستاليشن لحد ما لذيذه. We did the tropical desert with a clay go. ده كان معمول في الساحل من كذا سنه. كنا يعني عاملين 3D window displays بلاكسي، كان حاجة إلى حد ما ألوان صيفي. It was fresh, it was kind of يعني I would say happy. It's a ساحل برضو. We didn't want to do something that was too dramatic يعني. بس I think we The client liked it, we liked it. I think it went well. So yeah, these were شويه من البروجكتس بتاعتنا كانتيتي. يعني اوقف بس التليفون تاني. يعني دي كانت من شوية من البروجيكتس اللي اشتغلنا عليها. في حاجات زي ما قلت we didn't document، في حاجات أكتر على البيجز على الويب سايت. we're shifting حاليا ما بين الويب سايت اللي كان مندرج تحت اسمي أنا saratishannon.com، لأن مع الريبراندينج we're creating the cult because الانتيتي بقى اسمها مختلف. فيعني عذرونا while we shift through the brand. But hopefully it will be running soon and you guys can see it. For now, my personal one is working. ممكن تتفرجوا على بقية البروجكتس. Okay, can you recap the internship part again? Because the internet was lost. Okay, I'm sorry. So yes, we do internships. اللي كنت بقوله إن معظم الناس اللي جم يعملوا internships أو يشتغلوا معانا كانت random messages. بنعمل internships معظمها بتبقى شهرين ثلاثة paid internships، and then from there بنشوف لو الديناميك بتاعنا ماشي سوا بيبقى تعيين جوه الستوديو. I'm very open and I love these random messages that come. لو احنا شفنا شغلك حبينا ده ممكن نعمل ايه معاكي، احنا خريجين جامعة كذا او اخدنا courses في كذا او يعني. And I try to see where we can plug in. عندنا في ناس designers in-house وفي ناس we freelance with. We work on project per project with them. So yeah. Okay. أيوة yes we'll share the video يا فهمي. ما تقلقش أنا سايفت الفيديو اللي فات وهسايف الفيديو ده and we'll post them again. ما عنديش أي فكرة هو قطع ليه، بس يعني يمكن الانترنت got a bit weak. Okay, so I think we will wrap up. هحط ال recommendations بتاعتي حاضر ماهي. I will share my recommendations. لو أي حد عنده أسئلة personal ليا please ابعتولي. يعني اسألوني، حابين تسألوا عن حاجة معينة زي ما بقول ال recommendations بتاعتي حطها. مش شرط ريم just joined. She's part of our team. Reem is actually our sensory designer and it's something new. She's the one who works on all the senses, so the senses of the experiences is not just visually زي ما قلنا حاسة الشم والسمع والحاجات دي كلها. ف she's our sensory designer and we very much love her. Okay, Farah, thank you so much again. Film My Design, thank you everyone who joined and logged in. يعني أشكركم بشدة. أيوة, Catherine, I'll see you soon for coffee. Yes, I will see you soon for coffee.
فيعني لو في حاجة we didn't cover and you would like to get in touch, please do. I think this is the time where different artists and designers come together ونحاول نفتح أفكار مع بعض ونكولابريت سوا. لأن أنا مؤمنة إن كل ديزاينر وكل artist قوي في حتة. And once we, let's say, put our tiny ego aside and collaborate on something, حاجات ظريفة قوي قوي بتطلع منها. Thank you, Dos. Okay, I think that's your last name, but thank you. Thank you, everyone. Reem, I love you too. مبسوطة جدا يعني إن ال أسئلة تكون, أتمنى يعني إنها تكون فادتكو إلى حد ما. Thank you, Iman. It was really inspiring. I love your art as well. I've been following you for a while and it's really lovely. Okay, thank you for your talk. Definitely inspirational. Thank you. Thank you, Nadine. يعني سعيدة جدا إني هنا النهاردة. ياسر, ياسر كان زميلي من الجامعة في نون جميلة. أنا I'm not saying I'm biased to فنون جميلة, بس أنا ببقى excited جدا دايما, بدي نفس ال excitement لما بقابل ناس تانية من فنون جميلة, especially الدفعات الأصغر قوي. فيعني سعيدة بده. Okay, so I'll wrap up. I'll leave you guys. Enjoy the rest of your night. Film my design. Thank you.